التخصب. ف بس اذا تباوعين بشكل عام كله واحد، كله يتشابه، نفس الطعم، نفس نفس يعني تلاقين نفس مثلا نحكي حكي تلاقين اكو نفس الجمل تتشابه، فاحنا واحد اكيد. يعني هذه الروح شاهدناها برغم انه كانت هناك تحدث مرات ربما مشكل صغير ما بيناتكم بالاكاديميه، لكن ترجعون تتراضون كعائله. صح. وكيف كانت الروح بيناتكم رغم اختلاف اللغات واللهجات، اللهجات عفوا مثل ما ذكرنا. طيب رحمة العراقية أكثر شيء حبيت أنا كشخصيا برحمة عصبيتها وش بيك؟ يعني ربما غيرك من يذهب بهكذا أماكن راح يحاول أن يحكي ويا اللغة اللي أكثر، اللهجة اللي أكثر متداولة اللي هي كانت اللبنانية، الكل يحكيها لأنه سهلة. شو وكيفك وعلى شو؟ لكن رحمة كانت ممكن أن تحكي بهذه الكلمات مع البعض، لكن من صير عصبية رحمة لا عراقية يبينه خلاص يطلع كل شيء. كنت أنا أول شيء بالبداية كنت خايفة إنه الناس ما تحبني على عصبيتي، إنه أنا بالحياة هيك عصبية. وبعدين غير إني مثلا عصبية إنه أنت بين 75 كاميرا وستريس، غير انك يعني لازم تكونين محاسبه على تصرفاتك وقاعد تحفظين الاغاني وهذا، يجي احد يستفزك لابد انه تعصبين، يعني اقل شيء انه تعصبين. فبس لما كنت اعصب كان راسا الحكي العراقي كله يطلع كله عراقي. ما اقدر. بحيث مشاهديك من تصيرين عصبيه واحنا نتابع اليوميات راسا هلا رجعت عراقيه. في بعض الاحيان نلاحظ انه بعض الكلمات تتغير ويا نصيف ولا زينه ولا اسماء تتغير، شو طيب كيف، لكن ترجع العراقيه بلحظه العصبيه. اكيد. رحمه سولفينا شويه على حوض السباحه بالاكاديميه. كم مره كان من نصيبك؟ هواي والله ما عديتهم، يعني انا بالنسبه لي ما عديت ايش قد انا نزلت على الـ على الـ المسبح. يعني اول شيء هي اول يوم صارت انه تفاجأت، لا انت ايش قاعد تسوون؟ لا لحظه هدوا شويه، لا لازم تذبلش، لان انا اصلا انا يعني انا تحرشت بيهم وانا اللي 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 لعبت وياهم بالمي، فكان لي نصيب كبير بالحوض السباحه مثل ما قلتي. وبالعكس يعني اجتي فتره انه صرت ازعل اهو اريد انذب المي خلي حتى غير جوي شوي. كنت اسوي مشكله انه حتى صح حتى راسا اي تكون جاهزة وبالمي. طبعا تحياتي إلى كل الكادر المتواجد ويانا، لكن علي البحري اللي قبل قليل كان وياك وأخذ صورة. علي البحري دا يحلفني بداعتي بداعتي خل رحمة تغني أغنية إلي، وهذا من أشد معجبيك وأكيد الكل معجب، لكن يقول بداعتي خليها إلي. علي شوية إلك والباقي إهداء للمشاهدين. أكيد طبعا. شغني لكم وين انت انا عيني بعدت وين بيا مكان انت صرت وين وين القاك وين ويمتى شو صارت اخبارك سكتة وين انت انا عيني بعدت وين انت انا عيني بعدت وين انت انا عيني وين انت انا عيني بعدت وين. سوري انا بس صوتي تعبان والله، صار لي تقريبا 4 ايام ما نايمه ومن الاكاديمي لهنا. شكرا عليك حبيبتي. العفو علي تعبتني هوايه. علي هاي الاغنيه مو علي اكون تعبان رحت. طيب رحمه هذه الاغنيه لما تغنيها اي واحدة وين انت عن عيني بعدت؟ مو الاحد معين بس يعني ايه الاحراق مو؟ ها؟ اسكت ابدلها للسؤال؟ اي احسن. تعطاني كان ببالي اسئلة محرجة راح ابدلها كلها يعني يكون احسن. اوكي ورا البرنامج انا وياك. طيب رحمة هل تعتقدين انه انت بالاكاديمية اخذتي حقك الكافي؟ الحمد لله الحمد لله.
حلو هذا الجواب. شوفي لو ما أخذت حقي متى أخذت محبة هاي العالم كله؟ أبداً. أكيد هو أنا على فكرة كنت من الناس المدللة بالأكاديمي خلي يكون بعلمك، صح يمكن ما كنت أبين بالبرايم بالأغاني، بس أنا كنت من أكثر الناس المدللين بالأكاديمي. هاي أقولها على من كل كانوا موجودين من أساتذة وستاف كلهم. كنت أني مدللة بالأكاديمية. أكيد وشاهدنا حب مدام رولا سعد إلتش، وكانت دائما تسميك الروح الأكاديمية. أكيد من خلال المزاح والضحك والترفيه. أكيد يعني سويتي جو مو طبيعي بالأكاديمية وجو جدا جميل. راح هون حبيبي ناخذ اتصالات ونتواصل ويانا دانيا من أربيل. لو داليا دانيا ألو صباح الخير. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. هلا يا دانيا. هلا رحوم. هلا حبيبتي. رحوم احنا نشد المعجبين الك وعند الجمهور يهز الارض، وانت وصلتي فاينل وشرفتينا وشرفتي بلدك كله. حبيبتي تسلمين. واستمري بمشوارك الفني وان شاء الله تنجحين تكوني ناجحه. ورحوم عندي سؤال الك. اي حبيبي. بس راح تسوين حفله باربيل لو لا؟ ان شاء الله عندي حفله يوم 25 بسليمانية وباربيل وبدهوك. اها. اول حفلة حتكون بسليمانية وثاني حفلة باربيل. ان شاء الله رح تنزل كل الاخبار والاعلانات. جمهورك هو اللي راح يوصل. نكون حاضرين الحفلة تخبر. ان شاء الله حبيبي. شكرا لك داريا. وياي اتصال اخر. الو صباح الخير. حسام. سيدي صوت التلفزيون لان ما راح نقدر نسمعك شويه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا تفضل. صحكم شلونك؟ هلا عيني شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله الله يسلمك. احب الانبار تابع ناس وحبيبات وحبينا محمد رمضان هم وياك. تسلم. ابو طاسي. مدى اسمع. اكيد صوت هناك اكو خلل بالصوت. شكرا لك حسام. انقطع الاتصال كان معلي صوت التلفزيون. راح هو علاقتك بالازياء مثل ما عرفنا باحدى جوائزك حصلتي على فستان. سولفينا شوي عن الازياء وحبك لها. اول شيء انا طلعت التوب 1 وما كنت متوقعه انه راح يهدوني هديه يعني فستان من مصمم عالمي مثل زهير مراد، فكانت يعني ما متخيله فرحتي مستحيل. ف انا احب الشوبينج، احب الملابس كلش هوايه. تغيرني من نفسيتي يعني اذا كنت معصبه اطلع اسوي شوبينج، اذا كنت سعيده اسوي شوبينج.